كيفاش كيدوز النهار ديالي مع جوج وليداتي؟ الأول عنده 3 سنوات والثاني عنده 6 أشهر، مع وجبات صحية مفيدة مغذية. غادي نشارك معكم كيفاش يعني النهار ديالي كتوصل 3 ديال العشية، كنكون ساليت شغال ديال الدار، الغديوات ومام الكوتي. صراحة كنستغل النهار ديالي، كنعرف كيفاش ننظم وقتي، وبغيت نشارك معكم صراحة نداء يعني طلبا بزاف ديال المتتبعات. إيمان، بغينا نعرفوا شهواتك، بغينا نعرفوا نهارك كيفاش كيدوز، كيفاش منظم وقتك. اليوم غادي نشارك معكم النحل اللي تعبيناتي حتى بغيت نعس. صراحة فيديو جد مفيد، انا اي فيديو كنقدمه لكم الا وخاصو يكون فريمون مفيد جدا لكم. وصفات اكثر من رائعه للاطفال، الامهات غادي يعجبهم بزاف هذا الفيديو، وغادي نحفزكم انكم توجدوا هذه الملويات مفشفشين رائعين البنات. الا كنتي مبتدئه وعمرك استقلك الملوي، اليوم مع ايمي بيوتي غادي يستقلك ويولي يجيك شهوه منه، وكلشي غادي يطلب الوصفه. ولكن قبل ما نبداو الفيديو ديال اليوم، بغيت نشارك معكم واحد القناة اللي كتستاهل المتابعة. صراحة قناة زوينة نقية، كتعطي كل ما عندها، يعني كتسنى منكم التشجيع. بغيتكم البنات كاملين عندها تشجعوها باش تزيد تعطي اكثر واكثر. صراحه حاليا ما كدير داكشي لا من شيوات، وصفات، روتينات، الضحك، النشاط، اي حاجه بغيتي عندها. صراحه قناه زوينه، غنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. كنتمنى من متتبعاتي الكرام يتبعوها ويشجعوها، ويقول لها من طرف ايمي بيوتي. صراحه القنوات الصغيره علاش لا نشجعوهمش ونعطيوهم فرصه يعطيو اكثر ما عندهم. وعلى بركة الله أصبحنا وأصبح الملك لله، من نفقت وحليت عويناتي كي خاص بيبي يانيس إفطر. أحسن حاجة ممكن توجدي لوليداتك صغار الفطور. أنا بديت ولدي 6 شهور الماكلة، 6 شهور عاد بديتها. هنا درت له شوية ديال الشوفان واحد 3 معالق كبار مع 3 ديال التميرات، حيت ليهم العلف والقشور. اسمحوا لي على صوتي، راني مريضه البنات، ضاربني البرد. كنتمنى تدعوا لي بالشفاء العاجل، وما بغيتش نخليكم بلا فيديو. نداء الطلب ديالكم وطلباتكم اوامر. هنا سلقتهم، يعني ما زدت عليهم حتى شي اضافات، وطحنتهم. الشوفان مغذي وصحي، التميرات اكيد راه غنيين عن التعريف، وهذه بالنسبه للامهات اللي بغاو وليداتهم يزيدوا هكا في لو بوا ويبانوا صحاح وداكشي، راه وصفه اكثر من رائعه. يعني من بعد جيت ندير هكا شغال ديال الدار، ما نكذبش عليكم. غتقول لي ايمان معاش فقتي؟ فقت مع 8 لاروب، كنوجد ولدي الفطور ديالو كيديه باباه المدرسه، صافي حنا كنفطروا وكنبدا يعني النهار ديالي. كيبقى لي صراحه النهار طويل، كيبقى فيه ما يدار، وكتكوني اون فورم. يعني ملي كتكون الدار نقيه كنحاول هكا ندوز غير هاد الجفاف صراحه بخاتيك هكا، ترشيد شويه ديال سادي كروالي كتكون ريحه ديالو زوينه مع شويه ديال الماء. انا كنفضل ما ندير جافيل في الارضيه حيت فريمون كتعطيني ريحه زفوره، فانا كنفضل انه نديرو غير معطر ديال الارض. جافيل نديروه بوحدو الا كنا غنديرو لو غون ميناج، يعني نحكو الارضيه نديروه بوحدو مع المنظف، نتفاداو اللي فيهم رائحه، حيت ملي كتخلطيهم كتعطي واحد الرائحه ديال الزفوره اللي ماشي زوينه نهائيا. هنا بعد ما فطرنا وساليت شغال ديال الدار وفطرت ولدي، ولدي الاخر اكيد جود راه في المدرسه، هنا جيت نتقدى. راكم عارفين مع دراري صغار ضروري من هادشي ديال الشيوات، كي خاصك اشاك فوا تخرجي تجيبي الجديد، راكم عارفين. فكانوا خاصين بزاف ديال الحوايج، وخصوصا واحد الوصفه اللي غنديرها معكم ان شاء الله في الفيديوهات القادمه، كتجي زوينه وكيبغيوها بزاف الدراري الصغار. غنحاول قد ما امكن نعطيكم وصفات صحيه للاطفال. غنقدم معكم البنات جرانولا صحيه، غندير معكم ان شاء الله بحول الله بسكوي، نقولوا كوكيز هكا بالشوفان والمكسرات، لاكثر من رائع وغادي يحمقوا عليه وليداتكم. صراحه كاملين كنغلطوا، كنعطيو وليداتنا هكا سقاطه، ولكن ما حسن من طيبيها في الدار. من بعد انا دزنا الباتيسري، ما يمكنش ندوز من حداه وما نوقفش. غون دي بان راه شاركته معكم في كازا، وكاين حتى في بوزليقه رائع. كيف ما شفتوا دابا خرجنا من بيم ديريكتومون البنات، نمشي ناخذ شنو خاصني، ما عندك الزهر، ونمشي للدار حيت جود قال لك 12 لارو خاصو يتغدى. سكيفي، المهم غنشوف اليوم عز لي غراتان، ندير لي غراتان كلكو تريك. المهم انتما معايا اليوم، كيقول لك فياق بكري بالذهب مشري، قسما بالله الا كتقضي حويجاتك كيبقى لك الوقت. بحال البارح درت الميناج، اليوم غير طرفي الدار
وديها في غديوتك. ايوا انا دخلت للدار ومن بعد ما غسلت عليا وبدلت عليا نيش انا البنات جيت نعطر الدار، نسيت انني ما نعطرهاش بهذا المعطر الاكثر من رائع. زوينه بزاف. غتقول لي منين هذا البنات جاي؟ من امريكا. كناخذو مع هذه البنت سميتها زين، برك جارك معكم دائما سوغ انستغرام. انستغرام يا البنات كنكون دائما فيه كنجيب لكم لي بون بلان، راه كاين في اول تعليق. فهنا بعد ما عطرت الدار وراه شفتو درت لها ديجا الميناج ونقيه، فجيت نوجد الغداء ديال ولدي. جود يعني خاصو 12 يوصلوا الغداء، كما كنديش ليه الغداء ديالو يعني في الصباح لا، حيت المدرسه قريبه ليا كنديه ليه سخون. انا حاولت نوجد ليه واحد الكغاتا، درت لاصوص بيشاميل، درت واحد لابوري اللي شوف فيها شويه ديال الشوفلور وبطاطا، كنحاول هكا ندخل ليه الخضر اللي ما كياكلش ليها، كتكون معصوم مع بوري سوا في غراتان سوا في هكا واحد التورتيه ديال البيض مع الخضره، ممكن نحاول ندخل ليه الخضره في الماكله ديالو. شوفوا البنات انا ولدي ما كياكلش ليه البروتين نهائيا من غير البيض، لا كفته لا طون لا دجاج لا لحم. فهنا ملي كندير ليها كفته كيحاول شويه يدوزها وصافي، يعني كتحسي بيه انه غير بززها على راسو. ما كرهش انني ندير ليه غير بطاطا بوحدها، ولكن ما يمكنش، ضروري من شويه ديال البروتين مره مره. البيض صراحه كياكلو ما عندوش فيه مشكل، ولكن اللحوم الاخرى ما عندوش معاها. تيلمون في ليكول غيصاحبوني غير ما كنوعش لولدي، ولكن هو ما كيبغيش هادوك الدجاج ولا لي كروكيت ولا زعما كفيته ولا ما كيبغيش، ما ياكلهاش. صافي انا درت بطاطا مع شوفلور غابيتو مع شويه ديال الزبده وشويه ديال الحليب الحبزار، درت لا بيشاميل. يعني راك شفتو طبقه ديال البطاطا وداكشي، طبقه كفته طبقه بطاطا، لا بيشاميل من الفوق وفخوماج اوب ندخلوها الفوخ. صراحه كتجي زوينه، كيبغيوها الدراري الصغار، و اش غادي نقول لكم كتجي بنينه، يعني كيبغيها الصغير والكبير. وحنا البنات كذلك درتها. مهم ما نحرقش لكم المراحل، انا غنشارك معكم اللاش بوكس ديال ولدي. درت لي شويه ديال الخيار باربا مايس، واخا ما كياكلش هي سلطه، مي كنحاول ربما كنقول يشوف الدراري تاع نادي ياكل. المهم انا درت له غاتا ودرت له هاد اليوجو اللي كنديروش له صراحه بزاف، ولكن انا قلت باش يتشجع وياكل وصافي. راك عارفين يعني هادشي مضر صراحه بصحه وليداتنا، ولكن مره مره ما فيها بس. فهنا درت لينا انا وماما هكا واحد الكغاطا. ماما عندي صراحه في الدار منساني هاد اليامات، مي ان شاء الله قريب غتمشي عليا عاوتاني، ما بقاتش كتبقى معايا صراحه بحال الاول. هنا درت الكغاطا في الفوخ وجيت نوجد البنات واحد سالاد. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا الباربا عندي مسلوقه، كنسلقها وكنديرها في الماء ديالها في واحد البواط اللي تكون معقمه، وكنديرها في الثلاجه، كتبقى ليا مزيانه وكتبقى بحالها يلاه سلقتيها عاد دابا، بشرط انك تخليها بالماء ديالها. فهنا جيت نوجد واحد انا من عشاق لي سالاد ومتتبعاتي الوفيات عارفين هادشي. شوفوا البنات صوتي كداير، كنتمنى تقبلوا عليا كيف ما انا كندير مجهود، انني ما نغبرش عليكم، انني نبقى دائما معاكم، يعني كندير مجهود كبير. الا قلت لكم كنمونطي لكم فيديو مع الوحده الليل تنعست وليداتي باش كوم يعني نبقاو عائله وقراب لبعضياتنا. فهنا كيف ما شفتوا درت واحد لاسالاد، راكم عارفين لي بات، درت شاركوتري مع مايس لا مايونيز شويه ديال الخيل سيزونمون ديال لاسالاد، خيزو لوبيا باربا خيار اي خضره عندك. درت انا معهم واحد كور دو بالمي قلب النخيل كيحمقني، ممكن ديري داك المايس طويل، ممكن ديري طون البيض، راكم عارفين سلطه كديري انا كنوع فيها، مره دير سلطه سيزار، مره دير سلطه نيسواز، مره دير كل مره واشنو. فهنا هذاك التبصيل صراحه الزوج الكريم يعني كيجي حتى الليل، فهكا قلت كتحكي حمق على سالاد، فقلت نوجد هذه ونسولفها ونخليها في الفريغو حتى يجي. هذا هو كور دو بالمي اللي قلت لكم انا من عشاقه وكنبغيه بزاف. صراحه الكغاطون درت مع هاد سالاد صافي، وكان عندنا ديجا جو واجد عندنا في الثلاجه. هذا هو الغديوه ديالنا اللي وانا ما نكذبش عليكم، يجعلني شنو ما درت الغدا، يعني ندير غير عديسه غير لوبيا نابورت. البنات عزيز عليا يشوف داكشي مزوق
ومنظم. العين كتجيني كتاكل اكثر البنات، فكنحاول قد ما امكن ندير داكشي يكون كيشهي ويكون زوين وتكون الوانها تاك البنات. فالصالاد ديالي هنا كانت واجده، فجيت انا لا طابل خاصها تكون زعما مقاده وتفتح لك الشهيه. صراحه والله البنات الا زعما كنحط غير داكشي اللي عندي، زعما ما كنديرش افور ولا حيت زعما حال الكاميرا خاصني زعما نحط داكشي زوين، لا انا بحال هكا البنات. وقبل ما ندير يوتيوب انا كنحط داكشي، علاش بزاف قالوا لي ديري يوتيوب ديري يوتيوب، حيت عارفين ان صراحه هادشي من طبعي ما كنتصنعش نهائيا، كنشعل الكاميرا وكنبدا لكم النهار ديالي. فهنا هذه هي الغديوة ديالنا، اللهم أديمها نعمة، اللهم لك الحمد. بزاف ديال صراحة البنات في الانستغرام كيشاركوا معايا الوصفات اللي كندير، وكنفرح بزاف ملي كترحبوا لي الوالدين، شكرا ايمان هذه الوصفه ما كانتش كتصدق معايا، هذه جات زوينه. بصحتكم وراحتكم، ودائما بتعليقكم كتخليوا لي نعطي الاكثر ما عندي. واكيد ما يمكنش البنات، مستحيل انني نتغدى ونخلي الماعن ديال البريباراسيون، يعني كنخلي غير الماعن اللي كنتغداو فيهم صافي، يعني كيكون عندي كوزينه نظيفه فكنغسل هذوك الماعنات ديال الغدا وكيكون اوب ساليت. فهنا بعد ما فاق ولدي جيت نوجد لي الغديوه ديالو اللي عباره هذه الغديوه ديال يانيس، مفيده صحية ومتكاملة، بطاطا خيزو كورجيت وغادي تسلق بيضة، ولكن غناخد منها غير الصفار. غادي تلاحظوا معايا مهم هنا درت تسلق وجديت اون ميم طو البنات، ديك الساعة نعجن ليا بسيبنات. اشنو درت؟ درت ثلاثة زلايف ديال الفورص وزلافة واحدة ديال الفينو يعني ديال القمح، او شوية ديال السنيدة شوية ديال الملحة وراس معلقة ديال الخمارة فقط، وعجنتها بالماء ديال الروبيني ماشي دافي. خليت العجانه هكا تعجنها مزيان مزيان مزيان، كتبغي تكون مرخوفه وشاده في راسها. وهنا درتها في بلاستيكه وغنخليها توكان واحد جوج سوايع على خاطرها، لان بحال كتعجن راسها وكتجي مرخوفه وكتجي طريه وكتجي زوينه. الناس ديال الانستغرام حمقوا بالبلويت ديالي، وهنا قررت انني نشاركوا معكم الغديوه ديال يانيس. وجدات صفار بيضاء خضيره ديالنا، وهنا غادي نطحن كلشي. البنات الا كان الخضره شربت لكم هذاك الماء، حاولوا تزيدوا واحد جوج ولا ثلاثه معالق ديال الحليب المعقم وطحنوا كلشي. وهنا اوب غتكون الغديوه ديالنا واجده مفيده، فيها بروتين فيها نشويات فيها كربوهيدرات، يعني وجبه متكامله لطفلك. يعني ما تحاوليش تدخلي له لا سيريلاك ما فيها باس، الا كنتي زعما مضطره، الا كنتي زعما عند الناس ما تقدرش، واخا عند الناس خاصك ديري المهم سيريلاك مره مره دا. ولكن هذا الشيء ما كاينش ما حسن منه. هنا الغديوه ديالي هنا واجده وفريمون جات لذيذه. هنا درت معها واحد ربع فرماجه غير باش تلذذها ويزعم ياكل ليا دوك الخضروات صافي. هنا بعد ما وكلت ولدي، وما تنساوش الماء، الماء البنات ضروري الطفل اللي كيتعدى 6 شهور، ما تبداوش لولادكم الماكله قل من 6 شهور قال لي الطبيب ديال وليداتي. فهنا صافي جيت بديت كنكور من بعد ما ارتاحت لي العجينه، ما بغيتش نبقى واقفه. جيت هنايا جا حدايا صراحه ولدي كان جاب ليكول ديك الساعه كانت 4، جا حدايا وكان مواسين، راكم عارفين الوليدات كتعجبهم هكا العجينه وداكشي. فصافي خديت الزيت بديت كندير قريسات هكا. صراحه درت صغار ودرت مويان، علاش صغار؟ الصغار اللي بغيت هكا ندير شي وحده مع فريمينجال الجوز الصباحي يفطر بيها، واخا عارفين الوليدات ما كيبغيوش يفطروا، المهم انا كندير المجهود ديالي وباش ضميري ما يبقاش يأنبني. وهنا درت وحدين مويان لينا حنا وللزوج الكريم اكيد اللي بغينا هكا نفطروا بيهم مع الصباح. فهاد الكميه خرجت ليا 20 مليويه، يعني كافيه الله يجعل البركه. كيف ما غتلاحظوا بالنسبه للزبده كنقول لكم حاولوا تستعملوا الزبده ديال العبار، انا استعملت زبده بدويه كتلذذ. ما عندكمش ممكن تستعملوا اي زبده، ولكن بدويه ولا ديال العبار كتخلي الملوي لذيذ وبنين، ولكن ماشي ضروري. فهنا بعد ما قرست غادي ندير دهن القريصات ديالي شويه بالزيت وندير لهم واحد بلاستيكه ونغطي باش ما يضربهمش البرد ويبداو يتقشروا، وغنغطيهم ونبقى جبد بالوحده بالوحده
وغادي نبدا ندير البلويات ديالي. صراحه كيجيو هائلين، مفشفشين، مورقين وبنان. كنتسنى منكم تجارب الاكثر من رائعه الحادكات ديالي. فهنا كيف ما شدهنتهم وغادي نغطيهم. هنا البنات دايره الفينو مع خماره. خماره البنات ضروري ديروها، حيت كتخلي البلوي فشفش ومورق. هنا الزبده ديالي درت فيها حتى هي خماره كيف ما غتلاحظوا، وعجنتها مزيان مزيان مزيان. عجنت هذيك الزبده مع الخماره مزيان، وهي غنبدا نورق، يعني الزيت الفينو والزبده. الزيت غنحتاجوه هو الزبده في التوراق اكيد. فهنا غنبداو اول بلويه ديالنا. صافي كناخذو الزيت كنديروه في سطح العمل وكنبداو هكا. راكم شوفوا ما نكذبش عليكم، لبست البانوار على قبل التصوير، راه كان الصهد وحاولت نلبسو. صافي من بعد حيدته وكملت، ما نكذبش عليكم راه كان فريمون الصهد، غيبان لكم انه معنكشني. فهكا سرحت البلويات ديالي كيف ما شفتوا، غندهن تايبان لكم سطح العمل، وحاولوا قد ما ورقتوا مزيان. هنا غندهن بالزبده وغندير الفينو من الفوق، وغنبدا غتشوفوا معايا الطريقه. راه غنديرها معاكم بشويه، هنا ولدي جا حدايا صراحه ضروري من انه يشطركم، ولكن هذيك هي الحلاوه. ولدك يشوفك كتصايبي لي ويا ربي تحفظهم، ولكن باش كيت عليكم. هنا انا مرض ولدي حتى هو اليوم مرض ليا صراحه، بداو الحلاقم كيقول لي ماما ديدي ديدي الحلاقم هالكين ليا خرج ليا. انا حيت الحلاقم على 3 سنين قيحو، وتا هو صراحه كيمرض ليا بهم بزاف بزاف بزاف. كندرت له التحاليل ديالها دغيا هو ما جاتش طالعه، حيت قال لي الطبيبه الا كانت طالعه نحيدوهم. عاود مرض عطيته ما كذبش عليكم عطيته دوليبخان وعطيته لونتيبيوتيك اموكسيلين، حيت التهبوا وشفتهم منفوخين. ما نكذبش عليكم، حيت الا بداو كيعذبوه وما كيبراش على الشهر، فريمون كيعذبوه ليا. فهنا كيف ما شفتوا الا شفتوا بقى على هاد الحاله اكيد انني غادي نديه للطبيب ان شاء الله. فصافي البلويه ديالي كنسطحها على هاد الشكل هذا، كندهنها بشويه ديال الزبده ومع هذيك خماره كندهن، وكنبقى نلوي لوي ودي رخفه، ما تزيريش الملوي باش يجي زوين. صافي وكنبقاو على هاد الكيفيه. صراحه ماما كانت كتقولي هاد المثال، واحد المثال ما عرفت بحقو حتى ولدت وليداتي، كتقولي ما يكبر الراس تيشيب راس. وفعلا البنات والله زعما الله يسمح لينا من الوالدين، الوليدات صعاب، ملي كيمرضو كتقولي المرض انا وما يمرضوش هما. الله يحفظ لنا وليداتنا من كل شر، الله يطول لنا في عمرنا تنكونو بوليداتنا ونشوفهم باعلى المناصب ان شاء الله. صافي هنا بعد ما ساليت المسمنات ديالي غطيتهم وجيت. لكن هكا شي تصبير حاولوا دوروه باش اون فوا الصباح تحلي عينك تنشري النشاف ديالك هو الاول، واحد ثلاثة سوايع ربعه كتلقيهم نشفوا طويهم وترجعيهم. صافي هنا درت الصابون ديالي دور، وديريكتومون البنات غنبدا نخبز البلويات. علاش؟ حيت الحل سخون شويه وفيهم خماره ديال الحلوى وكثار تبارك الله، يعني شي 22 يلاه تبدا يلاه تكملي. فغادي تشوفوا معايا انهم جاوا رائعين، وغادي نشهيكم وانا متاكده شحال من وحده غتنوض ديرهم الكوتي اليوم. غنوريكم البنات كيفيه الاحتفاظ ملي تساليو البلويات ديالكم. خليوهم ديروا وحده كل وحده بوحده، وخليوهم هكا تيبردوا، وديروهم في كيس بلاستيكي ديال الفريغو. كديروا وحده في وحده في وحده وكتخشيهم. بان هنا غيكونوا سالينا البلويات ديالنا. والله البنات الا خف دربا زعما كيفما الطريقه اللي درت لهم مع مقيسه الغداء، يا سلام. صراحه انا دابا درت المقله السخون كيفما شفتوا، وغادي نبدا نخبزهم وغنوريكم صراحه الريزولتا فينال. شي حاجه نقيه، شي حاجه ديال الدار. هانتوا وعلى بركة الله نبداو التكراس ديالنا كيف ما شفتوا. يعني كندير المقيلة ديالي تسخن، كنرشها غير بشوية الزيت، وكنبدا نخبز في المليويات ديالي. درت في الأول جوج مقلات، ولكن صافي قلت ما يحتاجش حيت كندير غير نص طيبة وبالي داكشي غادي مزروب. صافي يعني هنا كنبدا اون فوا كنحط المليوية كنقلب هذيك الساعة وكنبقى نقلبها وكنحيدها. صراحه حاجه رائعه البنات. حاولوا انكم تخليوا بوطه مهيله،
انا خليتها درتها في الكبيره ونقص عليها الطابع على خاطرو باش ما كيجيكمش معجن من الداخل ويجيكم مرق ويجيكم زوين ويجيكم ذهب. صافي بقيت على هذه الكيفيه تكملت المليويات الدولي. صراحه المسمن كيبغي شويه ديال الخاطر وكيبغي شوفوا ديروا هذه الطريقه ملي تكونوا كتصايبوا الغداء عجنوا ولا ديروا العجانه ديالكم تعجن وخديروا في مكه وخليوه تتساليوا الغداء ديالكم وبداو فيه يعني فهمتوا ما تخليوش الخمسه ولا سته وتنوضي تعجني كتجيكم القضيه شويه صعيبه. كنتمنى تكونوا فهمتوا. وبالنسبه للميعنات حاولوا البنات اللي درتوها حكيت بهذه الحكاكه نغسلها ونحطها استعملت هذا الموس نغسله ونحطه استعملت هذا الكاسرول نغسلها ما تبقاوش تحطوا كتصاحبوا عليكم الا مهمه. فصافي هنا بديت كندير بثلاثه بثلاثه المليويات صغار ديال جود كانوا صراحه صغار قدوني صراحه بدا كيتنفخ الملوي بدا كيتنفخ ما شاء الله وجا رائع. هنا هادو الصغيورين ديال جود والمويان ديالنا صراحه شوفوا كيفاش جاوا اكثر من رائعين. كنتمنى الفيديو او الروتين ديال اليوم ينال اعجابكم. بالنسبه للعشاء ديال يانيس درت ليه ربع افوكا صراحه مع شويه ديال الحليب ولكن ما بغاهاش ليا فعطيتو غير لو سان وخليتو على خاطرو. العشاء ديالنا حنا كان خفيف فريمون خفيف ديروا اللي كان عندكم. فكيف ما شفتوا هذا هو المليوي ديالي احتفظت به هكا في الفريغو الوقت اللي بغيت نجبدو. كنتمنى من كل قلبي يعجبكم الفيديو ديال اليوم. الا عجبكم بحال هاد الروتينات بقى نديرها معكم دائما حبيباتي.